مع جمان أبو عيد. أنا مشيتي سرعت أكثر أو الموسيقى لحالة مدت أكثر، هذا بيعني أنه إن شاء الله سهرتنا مبلشة موسيقية وفنية، وأكيد شوقنا لنبلش أسرع للقاء ضيفتنا. مساء الخير لكل الحضور اللي معنا باستوديو، مساء الخير للمشاهدين الملايين اللي عم بيشوفونا على روتانا موسيقى، وبحب من هون أقول مساء الخير للفرقة الموسيقية، لكل الأساتذة الموسيقيين من لبنان، وأيضا ضيوفنا الأساتذة من تونس، وكمان ترحيب حار وخاص بالمايسترو الأستاذ إلي العليا. مساء الخير، حلوة التحية من هون مايسترو. هلا أنا بسير بوجهك لهونيك أنا برتاح أكثر. تسلم، الله يخليك. مساء الخير للجميع. كلمة فصل تقال مباشرة على الهواء، لا عودة فيها إلى الوراء، وضيفتي تتقن فن الكلام كما تتقن فن التطلع إلى الأمام. اليوم في بيروت شهدنا 4 فصول في يوم واحد، مظبوط؟ اليوم شتت وشمست وحسينا بهوى الخريف وشمينا عطل الربيع. لعل الطبيعة أرادت أن ترحب بضيفتي فلم تبخل عليها بحرارة الصيف وهوى الخريف وعطر الربيع ومطر الشتاء، فضيفتي متى أرادت حولت شتاءك إلى صيف حارق وخريفك إلى ربيع ملون بالحياة. اختارها الكبار واختارتهم فأتقنت اللعب معهم، وما أدراك بلعبة الكبار. سأفتح الليلة نوافذ قلبها المقفلة ولن أرضى بالحلول الوسط، فلنستقبلها وستكون كلمتها كلمة فصل. ضيفتنا الليلة لطيفة.
فينه لو شافني في يوم بعينه يومها صعب علي قلبي من بعد خايف أصله مجرب وعارف إيه بعد بيعمل إيه لو في حاجة ناوي ليه ما قالش علي لو نزيني خلاص ساعتها أنا حروح أنا فيها أستنكش من يبعدني عن ويعيش للأستاني وعزيز أنا هنزل عن لو راح يا قلب وحقول حبيبي الليل أستنكش من يبعدني عن ويعيش للأستاني وعزيز أنا هنزل عن لو راح يا قلب وحقول حبيبي الليل شكرا مساء الخير لطيفة أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا لكم ميرسي شكرا مساء الخير نورة يعيشك جمانة قديش الواحد يبدأ عنده تراك في البداية هكا و... موترة. بس هالجمهور يجنن ما شاء الله عليهم مساء الخير كلكم موترة؟ شوية مش برشا أبدا الواحد لما يكون طالع للملايين من الناس اللي يحبوه واللي ما يحبوهش والناس الكل يعني يكون محذر نفسه بس بيظل فما هالتراك شوية يعني اللي عم يحضروكي هن أكتر اللي بيحبوكي ولا اللي ما بيحبوكي مين أكتر الكل منهم؟ كل الأنواع هكيكة تلقى ما شاء الله شو أخبار هالكرسي استني نضبط القاعدة يلا زبطي قاعدتك ريحي قاعدتك لأنه على ذكر الناس اللي عم يحضروكي بدي أقول شغلي أنه فانز لطيفة اللي هن معروفين تحت اسم لطيفة أونلاين أنا بسميهم منظمة إرهابية بين قوسين بس بالمعنى الحلو يعني إذا صدر ألبوم للطيفة يوصلنا SMS على موبايل اليوم يصدر ألبوم لطيفة الساعة 5 لطيفة على الإذاعة غادرت الإذاعة أتصل إلى السيارة تفتح الباب يعني من حيث إذا كل الإرهاب هكا يا ريت كل الإرهاب حب ومتابعة وعطاء وصدق وجمال وأخلاق ووعي بجد أنا هالعائلة لطيفة أونلاين الله يحميهم وربي يخليهم لي يا ربي كلهم بحييهم اشكرهم برشا يعني انا قصدت اشكرهم ببدايه الحلقه كمان لانه بعرف قد ايه بحبوكي وقد ايه متابعينك وكانوا بتعرفي في مساج وصلني من ادهم اللي هو اكثر ناشط اذا فينا نقول هو مؤسس الويب سايت يعني. قال انتبهي على لطيفه معقول يوصينا فيكي حبيبي ادهم مع انه بيعرفك يعني قد وقدود على كل حال ايه بس يعني مش مفروض يقلع حتى انت زياده يعرفك جمال لان حييه ادهم طبعا وهو مؤسس عائله لطيفه اونلاين ونحييهم كلهم وان شاء الله هالليله تكون لطيفه يعني خوفوكي من شي فصل معين اي فصل قلقانه منه لا مش خايفه من اي فصل بالعكس الفصول كلها حلوه يا جمانه حلوه ايه يعني حلوة بطبيعتها وحلوة بجمالها وحلوة بتغيرها لأنه ياما تغيرات بتكون حلوة بتجدد وبتعطي أكثر يلا لكن لنبدأ بفصولنا دغري ما زال هالقد محمسين فصل الصيف يلا.
بس للصيف شمس وحركة ناس وضيافة ببداية سهرتنا لليلة. أنا بعرف أنه لطيفة بتفضل نوعين، لقلك أول شيء عندك نسكافيه وعندك كاموميل، إذا موترة وبدك تروقي وتهدي أعصابك بنصحك بالكاموميل، إذا مرتاحة وبدك تكوني نشيطة أكتر أعلى أخذ أنا النسكافيه. لكن أعلى كان بدها تروق هيك موترة أخذت الكاموميل. لا الكاموميل أريح بالليل، صعب نسكافيه بالليل صعب شوية، لكن الكاموميل أنا رح يقلقني وأنت رح يهديكي رح يروقك. يعني يعينك بقى شخصيتين متناقضتين اليوم على الهواء. نحن مباشر اللي بينقال ما فينا نرجع فيه لورا. لو كان اللقاء مسجل كنت بترتاحي أكتر ولا كلمتي كلمة وما عندك مشكلة؟ لا كلمتي كلمة فاصل ما عندي مشكلة أبدا، كان هوا أو مسجل أو بروفا أو أي حاجة. يعني يا أبيض يا أسود؟ كلمتي هكيك يا أبيض يا أسود. ما أول مرة بتلبسي أسود؟ تقريبا ما هي؟ من المرات اللي بتحبي الألوان كتير. ليه لبسي أسود اليوم؟ هلأ حلو لبقلك وطالعة ديبا يعني طالعة حلوة كتير وكل شيء. أنا قلت يعني ما شاء الله عنا فصول برشا وبرشا ألوان هوني، قلت نلبس لون موحد يعني أسود بيكون حلو. يعني لأنه نحن الألوان عنا بتعرفي مشموسة الألوان أي، فالأسود يعني سيف سايد مثل ما بيقولوا، بأمن الواحد أسود مش رح ينحسب على حدا أكيد. والفرقة لابسين أسود، مساء الخير الفرقة كلكم. الأساتذة كلهم أسود والمايسترو بالأبيض العالية منورين إن شاء الله رح يشاركونا الليلة بسهرة معك لطيفة. بما أنه عم نحكي عن الصيف، أنت من تونس الخضراء ولبنان أخضر، شو وجه التشابه بين لبنان وتونس غير هالجمال بالطبيعة يلي بيجمعون؟ لا شوفي بالنسبة لتونس ولبنان أنا عمري ما حسيت أنه في فرق حتى يكون في تشابه. عمري ما حسيت أنه هوني هكا، لا الجذور واحدة. يعني حتى لو ترجع للتاريخ التاريخ الفينيقي وقرطاج وعليسة، الجذور واحدة، الشعب منفتح على عدة ثقافات واحد، الحب الحياة، البلد سياحي فتحسي انه هم متقبل الاخر بشكل كبير، محبين للفن بشكل كبير جدا، ويعني التشابه كبير برشا لدرجة انه انت ما تلقاش اي حاجة مش موجودة بالاثنين. يعني عشان هيك دايما منشوفك كتير بلبنان دايما، هيدا من حسن حظي لانه انا ما استغنى عن لبنان بجد، ولا عن فنها ولا على اعلامها ولا على شعبها. يعني انا بحس انه لبنان بلادي يعني. وهيدا واضح اكيد مش جديد، يعني احنا بنعرف مواقف لطيفه بمواقف كثيره بفترات كثيره كانت صعبه على لبنان، وبفترات الفرح بتشاركي بالفرح وبالمواقف الصعبه بتكوني موجوده. رح نحكي اكثر بالتفصيل، لكن رح نبدا مع انه بالصيف، الصيف هو للناس وللسفر وللقاء العالم وعلاقتك بالناس هي علاقه واضحه. الناس عندهم أسئلة بحبوا يوجهوها لضيوفي عادة، ولكل سؤال بدنا جواب. جاهزة؟ يلا رح نبدأ مباشرة بأول سؤال. حاب نسألك لطيفة، علاش ديما تحكي تقول نعيش قصة حب قصة حب وطا ما عرستش؟ من تونس. التوا ما عرستش يعني التوا ما تزوجتش، الله أعلم. أنا بدي نسأل في روحي ونسأل في ربي سبحانه، لأنه هالمسألة مكتوب يعني في النهاية، مش أنا باش نقول هالسنة هتزوج أو هالشهر هتزوج. دايما بتقولي بحب، يعني ليش ما نحبش أختي؟ بالعكس لازم. هو الغلط أنه ما تحبي، حلو أنك بتحبي. طب ليه الحب ما بيوصل إلى الزواج بعد؟ لما ربي يكتب له أنه يوصل زواج حيوصل أكيد زواج. ما بتسعى أنه يوصل للزواج، بتتركيها هيك خليه على الله. يعني إذا ربنا رايد أكيد حيوصلها، إذا ربنا مش رايد مش حيوصلها أكيد. على كل حال أنا قلت أنه رح نفتح نوافذ المقفلة عن قلبها ولن أرضى بالحلول الوسط. بطمنكم هلأ ما أخذنا جواب شافي، بس في فصل كامل، لأنه الحب في حياة لطيفة دايما عموميات، لا نعرف من هو حبيب لطيفة، والناس بتعرف أنه لطيفة في حالة حب، ولكن ولا مرة خصصتي اليوم ما رح أرضى تخلص الحلقة قبل ما نوصل إلى أجوبة مش فيها حلول وسط، وما رح يضل الحبيب اللي هو مثل زورو اللي له قناع. بدنا نشيل القناع عن الحبيب الليلة، رح ننتقل للسؤال الثاني هلأ.
هي عملت تجربة جميلة مع الفنان كاظم الساهر في الدويتو الجميل اللي عملته معاه، يا ترى هتعمل تاني؟ تعاونك مع الفنان الكبير كاظم الساهر في ديو تاني؟ شوفي، كانت تجربة رائعة جدا، من أحلى الأعمال اللي أنا غنيتها تجربتي مع الأستاذ كاظم. بالنسبة للحالي لا، ما في عمل بيني وبينه. ليه؟ لكن يمكن يجي وقته ونعمل عمل مع بعض. عملتوا عمل وطني للقدس؟ عملنا عدة، عملنا ألبومين وعمل وطني. نعم، ديو كديو، وعم نحكي كلقاء الصوتين. ليه ما صار في تعاون من بعدها؟ هو من باب التنوع، ما فيك يعني. أنا ابتديت مع عمار الشريعي، وبعدها صلاح الشرنوبي، وبعد عمار الشريعي تاني، وبعدها عدة فنانين، زياد طويل طبعا، زياد الرحباني ما في شك. تنوع، يعني لازم الواحد ينوع. إذا حظل على نفس الملحن ونفس المدرسة الغنائية يبقى أنا ما جددتش. وتنوع ليا وليه طبعا، ما في شك. يعني رح نكمل. ست لطيفة، في إلي عندك سؤال كتير حلو. إذا أنت وحبيبك بنص الجو وانطفى الضوء، فيك تقولي لي شو بتعملي؟ ما أحليه، ما أحليه، يجنن. حلو هالسؤال، لأنه لو أنا وحبيبي بنفس المكان اللي فيه إطار الأغنية، اللي هو ديسكوتيك، اللي ممكن يغيبوا فيه الشباب ويغيبوا فيه قليلي التجربة، أكيد حضوي الضوء. هقول له ضوي لي الضوء لأقدر شوف إذا الموضوع مناسبني، أكيد. تعرفي نحن عنا تأمين كهرباء كتير، مشان هيك سألك العم عن قطع الكهرباء. بس دغري رحتي على الدبلوماسية بجوابك. أبدا، هذا الواقع. هو قصده حالتك أنت الخاصة. شو بده بحالتي الخاصة؟ خلينا في الغنوة. بس الناس كانوا، الناس يعني الناس وصلوا السؤال مثل ما هن حابين يدخلوا كمان. ايه. معك ايه؟ لا بس انا بوصله لهم مثل ما انا المفروض اوصله، من خلال اغنية مش فقط لغير يعني. ما رح نرضى بحلول الوسط، ما رح نرضى. طولوا بالكم، بعدنا مبلشين في كتير اشياء، بعد ناخد سؤال بعد. ست لطيفة، بدنا نسألك سؤال. شو جامعك بزياد غير السداه؟ ايه، اللي جمعني بزياد اشياء كثيره كثيره كثيره. وطن عربي كبير اسمه الامه العربيه، هذا زياد الرحباني. اللي جمعني غير الالبوم اعمال اخرى ان شاء الله ستسمعوها قريبا مع زياد الرحباني. اللي جمعني بزياد الرحباني تاريخه الفكري والفني والقومي والشعري والموسيقي. اللي جمعني بزياد الرحباني هالإنسان الرائع البسيط الصادق مع أرضه لبنان ومع وطنه العربي الكبير. يعني ياما أشياء بتجمعني بزياد رحباني. من حقيقة تجربتك مع زياد اليوم في ألبوم آخر مع ناس تانين، ما في أي أغنية مع زياد، ما في أي تعاون. يطرح السؤال ولو كان كلاسيكي، أنه بعد النجاح الكبير اللي حققتيه بهالتعاون، بعد لقائك مع هالاسم الكبير اللي هو زياد الرحباني، اليوم ناس تسأل ليش ما كملته؟ هيحصل إن شاء الله. يمكن ما نجمناش نلحقوا هالألبوم اللي فات. كان في عملين المفروض يتسجلوا، الظروف اللي مر بيها لبنان للأسف هي اللي كانت العائق الوحيد لغير يعني. لكن احنا في الايام الجايه داخلين استوديو باذن الله ان شاء الله. على ذكر الايام الصعبه اللي مرق فيها لبنان، كان كمان بالصيف تموز، مزبوط، الحرب، اطلقتي نداء لطيفة للفنانين بالوطن العربي، نداء جميل جدا، وانا معي طويل لكن بيحمل كتير من الحماسة، بيحمل كتير من الوطنية، بيحمل كتير من الغيرة على لبنان، ومن الغضب، في مشاعر وانفعالات مختلفة. لقيتي رد من الفنانين، وليه لطيفة بدها توجه للفنانين من خلال المجلة أو من خلال الإعلام؟ لقيت رد كبير، مش رد طبيعي يعني، لقيت رد كبير في تونس وفي مصر. ومش ليه لطيفة بس، أنا مش أنا فقط، بجد هوني أحيي عدة فنانين ملتزمين بالوطن. أيام اللي حصل في لبنان شيء يعني ظلم، يعني شيء مرفوض بتاتا أنه يحصل في هذا البلد الرائع.
فأنا لقيت فنانين أخرين يعني ملتزمين جدا في كل قطر عربي. الفنانين تحركوا، النقابات الفنية تحركت، الشعب تحرك، رفض، صرخ، تظاهر، جاءوا لبنان عن طريق سوريا عن طريق الأردن، يعني كل الناس كانت مستعدة تفجر حالها باللي صار في لبنان بجد. يعني اللي صار ظالم، ظالم غاشم، يعني مثل اللي صار في العراق نفس الشيء صار في لبنان يعني. فليش أنا تربيت هذه تربيتي، هذه البيئة اللي أنا تربيت فيها يعني. يعني حكيوكي يعني مين الفنانين اللي قالوا لك إيه لطيفة نحن وصلنا النداء؟ هل بيوصل عبر الإعلام؟ ما بيوصل؟ لا لا لا، بنتصل ببعض جمانة. أول ما تشوفي الخبر تكوني، أنا شخصيا وقتها كنت لما شنطي وجاية لبنان، قبل ما أطلع على المطار بحكي الأستاذ زياد وميري وأصدقائي اللي جايتهم يعني، قالوا لي إحنا الطيارات فوق روسنا، كان وقتها في بعلبك حضر في مسرحية السيدة فيروز. فما تيجي إن الوضع. وفعلا بعد ساعات رجعت للبيت، على ما وصلت للبيت كان خلاص بدأ القصف في الجنوب يعني. صحيح. ما في شك إنه أي فنان أو أي حد أقل حاجة يعملها إنه هو يتحرك، إنه هو يصرخ، إنه هو يرفض، إنه هذا دورنا في النهاية يعني. لطيفة مساء الخير. أهلا وسهلا، وينك شعامل في هالبرد؟ دفى. عليولي صوت شوية، أنا مش سامعة نفسي ومش سمعته كويس. إذا فينا نعلي بطلتك الحلوة وجمالك. عايشك عايشك. بدنا صوت أعلى. هذا اللوك الجديد شوي أودي مثل الأفلام القديمة. مستمعينك أبدا، علينا صوتك شوي. علينا صوتك شوي بليز بقلب استوديو. عم بسأل إذا هيدا اللوك الجديد شوي أودي مثل فلونت القديمة. مثل الأفلام القديمة عم بيقول هاللوك أولديز شوي. يا ريت فينا نعمل ربع اللي تعمل في الأفلام القديمة، يا ريت. لطيفة فيني. هو لوك، هنقولك حاجة. نعم. هو لوك هون نحيي زكريا طبعا سالون هي وناتالي ولأنه تغيير. على فكرة أنا بستغل الفرصة بس يكون عندي ضيفي فنانة، لأنه ما بلاقي غلط إني حي الناس اللي بيهتموا فيي، بس بلاقي حالي غلط لما بيكون في رجل قدامي نقعد أحكي عن مكياجي وعن شعري. فرح استغل الفرصة وكمان أشكر توني موندلا ورولا رياشي خبير التجميل لأنه كمان مهتمين فيي. سوري، تفضل كمل حديثك. ست لطيفة. أي نعم. النداء اللي وجهتيه كان وطني يما خدمك إليك إعلانياً؟ أنا وجهت نداءات كثير. أنا نداء في نداء وطني. تموز، نداء لبنان يعني اللي عم نحكي عنه تموز. نعم. كان عروق قلبي، لكن لا وطني ولا 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 لوسائل الإعلام. كان معبر عن ذاتي، كان معبر عن ما بداخلي لهذه الأرض. طيب ليه ما أخذت وسيلة إعلام مرئية أو مسموعة؟ بلا، طلعنا على الجزيرة على الهواء وطلعنا في عدة قنوات. والنقابات الفنية بمصر ما قصروش، كلهم اتحدوا وكان ليهم موقف رائع جدا يعني في مصر. شو كانت النتيجة؟ شو كانت النتيجة؟ النتيجة أنت عارفها وأنا عارفتها، الانتصار الرائع. الانتصار كان على الأرض بس الفنانين شو؟ معقول هاي سؤال شو كانت النتيجة؟ الفنانين نتيجة ندائك، الفنانين شو عملوا؟ حقوا ذاتهم، عبروا عن الناس، عبروا عن الملايين، صرخوا ورفضوا اللي قال شعر واللي صرخ على المسرح واللي وقف حفلاته يعني واللي ياما عملوا. ياما وقفوا حفلاتهم. يمكن انت وقفتي حفلاتك. اكيد انا 2006 وقتها كنت لغيت كل الحفلات. لطيفة رح يكون عندك فصول جاية، أنا مأكدة رح تتدخل يعني معنا، ما أنه من أولتها دخلت معنا. حبيتي صوته ومشاركته؟ إيه يعني روحه حلوة، أسئلته حلوة، صوته شوي مكتوم بده شوي ريفيرب هكا يعني. منك فني أبدا صوتك؟ لا عليه بالعكس، لا لطيفة دافي صوته شوي جمانة إن شاء الله. أقول حال هذا صوت يلي ممكن يكون صوت المجتمع، صوت فكرك، صوت المستمع، صوت نعم. أو مصطنع، يعني كل الصفات ممكن يعني تلبق له. لطيفة لختام فصل الصيف عادة بنطلب من الضيف أغنية لأحد الزملاء الفنانين، أي أغنية بتستوق فيك بتحب تقوليها لمين من زميلاتك بالفن؟ هلا بيستوقفوني برشا يعني، عدة أصوات تستوقفني وعدة أغاني تستوقفني. مثل شو؟ هلا إذا بنحكي على الوطن، إذا بنحكي إذا بنطلع من نفس
مود الحوار اللي قاعدين نحكيه فيه. ايه نقول لك غابت صحيح ولكن ستشرق بقوة شمس الحق. الغنية غابت، فكرت غابت وستشرق عن الفنان لسيدة جوليا. صحيح لسيدة جوليا طبعا، لنا نحييها حبيبتي نحبها بمشا. غابت شمس الحق فضل. صار الفجر غروب وصوت الشرق انشق، سكرت الدروب وبنرفض نحن نموت، قولوله رح نبقى. يلا فضلي لك. يلا شمس الحق صار الفجر غروب شهر انشق سكرت الدروب ما بنرفض نحن نموت قولوله ما رح نبقى نرفض نحن نموت قولوله ما رح نبقى أرضك والبيوت لطيفة. ومنحيي سيدي جوليا بطرس. رح نختم فصل الصيف بأغنية لقليك، شو رح تنقي؟ أنا غنية كتير بحبها بالألبوم. ايه بدك تغني لي إياها؟ أيوة أنا عارفة وأنا بموت فيها هالغنية. يلا يلا هلا. أوكي خلينا نقول بس مين كتب كلماتها. بدنا نقول إنه في الكم يوم اللي فاتوا كتب اللي غنيناها في الكم يوم كلمات نادر عبد الله. نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع تميم، ونحب نحييهم كلهم كل اللي ساهموا معايا بهالالبوم. نحييهم كلهم، رح نغني كثير من الالبوم الليلي. انا عارفه نادر عبد الله تامر علي، تامر علي وتوزيع تميم كذلك، وهاني محروس وكل المجموعه نحييهم كلهم. يعني نسمع منك. انا عارفه We'll be right back.
الفصل مباشرة على الهواء من استديوهاتنا بكلمة فصل مستمرة مع النجمة التونسية لطيفة. لطيفة حسيت هلأ ارتاحت أكتر مع أنه الخريف جوه مش كتير مريح، بيقولوا يعني مش أسود وأبيض، عرفتي في ضباب. ايه يعني ايه سامع صوت الهواء يهبل صوته. بالعكس تعرفي أنا من النوع اللي بيعطيني بيخليني أركز أكتر الخريف. ليه؟ لأنه كل الناس تخاف من الخريف إنه أوراق نازلة وإنه نهايات وإنه لا، بالعكس أنا أعتقد إنه الواحد لازم يأخذ من الضعف قوة، لازم يأخذ من الخريف صيف، لازم يأخذ من الخريف ربيع، لازم يبقى عنده أمل، لأنه هالتجدد الحلو اللي في الأوراق وهالريح الحلو هايدي بيعطيكي تركيز أكتر. أنا بالمقدمة قلت إنه قادرة حتى تعملي الشتي صيف حارق وتعملي الخريف ربيع ملون، هالإرادة منين بتجيبيها؟ دايما قوية لطيفة، ما بتحسي بالضعف دايما؟ لا والله تشعري بالضعف؟ لا شوفي في حالات أنا يمكن برشا ناس يحسوني إن أنا قوية بشكل، أنا قوية بإيماني يعني أنا مؤمنة جدا جمانة، يمكن هذا اللي مقويني بداخلي بشكل قوة الحديد يعني بجد. أنت بتضعفي؟ ما في شك إن أنا بني آدم مثلي مثل كل الناس، يعني عندي لحظات ضعف، عندي لحظات ضعف أكيد أكيد. يعني رح نفوت بلحظات الضعف بفصل مناسب أكتر. بدي أرجع معك للورق اللي عم يسقط يلي كنت عم تحكي عنه وأنه بتشوفي فيه الخريف شي حلو. على سيرة السقوط والأوراق، نيوتن اللي اكتشف الجاذبية سقطت على راسه تفاحة وقت قاعد تحت الشجرة، مشان هيك سأل حاله ليه ما طلعت التفاحة طلوع، فاكتشف أنه الجاذبية لأنها نزلت نزول. لو كنت محل نيوتن وسقطت ورقة على راسك لطيفة حامل اسم زياد الرحباني، عن أي اكتشاف بتعلني؟ اعترف انه الجاذبية لتحت مش وين ما تكون ورقة زياد وين ما يكون الجاذبية صح، اللي هو اللي شحنت عن نيوتن. بس زياد بيقنعني نقول لك حاجة، لأنه طول عمره زياد طبعا أنا مش باش نمجد فيه اللي هو يعني، لكن أنا نقول لك أنه هو الإنسان اللي عارف راسه من سقيه كما نقوله، أنه إنسان عارف بالضبط طريقه وين، عارف بالضبط وين رايح، إنسان ماشي صحيح مع ذاته مع نفسه مع أرضه مع ناسه مع فنه مع موهبته مع ربه، فهؤلاء الناس يكونوا صح دايما. فهالورقة أكيد إذا من هو معناتها صحيحة يعني بكل أحوال هو أشهر نظريته صح 100%. يعني في أجيال مشيت بأفكار زياد الرحباني ولليوم، بس بحس كأنه مد الحبل وقطعوا فينا بنص البير، وينه؟ بيكتب ونقرأ مقالاته أكيد. لا بس في ناس بحاجة إنها ضلها تعرف أكتر، ضلت تسمع. لا أنا ما نقول شوينه لأني بسمع عمله طبعا، آخر عمله للسيدة العديمة فيروز المسرحية. لا ما محكي بس شو قصدك مسرحياته وينه؟ هيك اسألي هو بقى يعني يعني أنت مش عارفة؟ حتى لو أعرف ما فيه أتكلم يعني. لا رح نحكي بس بعدين، خلينا نقعد من ورقة الجاذبية. بنفس الموضوع، لو اسم من هالأسماء العملاقة اللي رح أذكرون نقصت عن الورقة أو لو لم تكن موجودة على هالورقة، اللي هني أسماء رح أقلك مع احترامنا لألون وكلهم كبار ويعني منهم رحلوا نتمنى السلام لروحهم ومنهم بعدهم نتمنى لهم الحياة المديدة، عاصي منصور فيروز وزياد، لو لم يكن اسم من هالأسماء موجود على هالورقة من الأصل يعني شو كان صار بالجاذبية؟ أي خلل بالجاذبية الرحبانية كان ممكن يكون؟ أكيد ما كانت الورقة تكون كاملة، ما كانت الورقة تكون مكتملة الشكل. ساعات تلقى ورقة صحيح طايحة واقعة لكن مشدود منها شوية ومكسور منها شوية من كتر ما نشفت، لكن هالعمالقة اللي أنت ذكرتيهم عملوا صفحة كاملة لوطن، عملوا تاريخ كامل لوطن كبير، عملوا وجدان كامل لأجيال في هذا العالم العربي تربوا من خلالهم في الفن في الشعر في المسرح الغنائي في الفكر في الوطن، فأعتقد أنه هم متكاملين مع بعض. أنا سؤالي طبعا لأنه تعاونتي مع هالأقطاب
سيدي فيروز يعني ما تعاونتي معها لكن التقيتي فيها وتعاونتي مع استاذ منصور ومع استاذ زياد. لطيفة بنفس الأوراق بدي افتح ورقة ذهبية معك بتعبر عن شخصية أنا بوصفها أيضا بالذهب، بتشبه بكتاباتها ألوان الخريف، فيها نضج مثل ما الخريف بيعطينا نضج للورق، فيها ولادي وموت بكلامها، فيها يعني ألوان الحياة كلها. رح نشوف تسجيل مصور ومن بعدها منعلق على هالشخصية. لطيفة مرحبا، أتوقع أنه مفاجأة أن تريني ولو أنه لا يمكن أن تأتي إلى بيروت دون أن نلتقي. والله هذه مفاجأة حبينا نعملها لك أنا وجمانة. أقول أولا أنه البعض لا يدري أنني ولدت في تونس، ربما هذا بعض رصيدنا العاطفي، بعض الإرث الوجداني المشترك قبل حتى أن نلتقي، بحكم أنه لنا ذاكرة مشتركة، زمن مشترك عشناه قبل حتى أن يكون لنا لقاء في بيروت، تلك الأغاني الجميلة التي نحبها معا لصالحة، القضايا الوطنية، نظرتنا للعالم العربي، ثم وجدان مختلف أعتقد نتميز به في المغرب العربي. احنا أول ما التقينا أذكر أنه كان في الله يرحمها وفاة، اليوم صادف أنه يوم وفاة ذكرى، وبالتالي تعرفت على لطيفة وهي تبكي وتنتحب، ثم جمعت بيننا ظروف هكذا أيضا. حدث مرة كمان التقينا وكان يوم إعدام صدام حسين وبكينا، لكن بين الدموع لنا لقاءات جميلة وقهقهات وضحك كبير، لأنه لنا نفس الشيطنة، نفس الطريقة في رؤية الأشياء، في التعامل مع الحياة مع الحب. أعتقد أنه هي رفيقة دموعي وضحكي أيضا. احنا الآن بصدد عمل إن شاء الله في بعد سياسي، بعد عاطفي، بعد نسائي، يعني هذه المرأة اللي إن شاء الله اللي تمثل الدولة حتمثله لطيفة، لابد أن تكون لها شخصية قوية. هي بالضبط هي لطيفة، وبالمناسبة أنا بعثت لي رسالة بالبريد الإلكتروني قارئة، هي محبة جدا للطيفة، يبدو أنها من الفان متاعها، وقالت لي أرجوك أحلام، يعني أتمنى أن هذا الدور يكون قوي، نحن لا نقبل أن تهزم لطيفة في مشهد أو في موقف سياسي أو أمام رجل، لا نريد دور تبكي فيه لطيفة أو أي شيء، وهذه أمانة عندك. أنا أرى، سأقول بصراحة، أنه أنا أرى أنه يوسف شاهين الله يرحمه يعني منحها مجد، لكنه لم يمنحها دور يليق بها. أقول بصدق أنه ظلمها، وبالتالي لطيفة لم تأخذ حقها السينمائي الحقيقي، وهي ذكية وتدري هذا، ولهذا تنتظر هذا العمل، لأنه فرصتها حتى تثبت الكفاءات التي لم تمنح فرصة يعني لإظهارها. لطيفة الجميلة القوية التي نراها تملأ الشاشة عندما تظهر، تخفي امرأة لا أقول منكسرة، لا، لأنه الكلمة لا تليق بها، بس امرأة تعود إلى نفسها كثيرا، تحتمي بوحدتها بعزلتها. أذكر أنه حدث أنه التقينا مثلا حتى في عيد ميلادها، في عيد العشاق، كانت بمفردها، طبعا هي تخفي حزنها، لكن جاءتها ورود كثيرة لا أدري من أين، أكيد في حب تعيش سري ربما، لكن في هذه الوحدة اللي من الداخل تلتهمها ربما، الذعر أن تخطئ في الاختيار، لأنه ما عاد من حقها أن تخطئ. أحيي الكاتبة والأديبة الكبيرة أحلام، هذه الأحلام الرائعة، هذه النبع الفكري النسائي القومي الوجداني الفني الأدبي الفكري. أحلام استغاني بجد، إحنا
أنا 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 كان لي شرف إن أنا أتعرف على هذه المرأة الرائعة وهذه الأديبة العظيمة السابقة عصرها وهذه الشاعرة المتميزة والمختلفة والصادقة والقوية جدا. يعني في كم دقيقة شوفي كم فكرة قالت. يعني بدي أقول لك شغلة، ست أحلام طبعا من النادر أن تطل بالإعلام، وكانت مهمة صعبة لكن لم تكن مستحيلة، لأنه عم تحكي كمان عن لطيفة وحكيت حوالي يعني أنا لو بيقدر هاللقاء كله رح أستغله في برنامج آخر ممكن بالأخبار، لأنه الكلام اللي قالته بربع ساعة كان يعني بيحمل أكتر من أنه يكون بدقائق قليلة. نحن جربنا أنه نضم الأفكار وفعلا ضميناها ويمكن ظلمنا الكلام. شوفي أنا قد ما نشكرها جمان على هاللقاء وشوي، لأنه فعلا كما قلتي يمكن هي قليل جدا ما تطلع على وسائل الإعلام. هي رفيقة وجدان بجد، هي الأخت، هي الصديقة، هي واضح أنها تعرف لطيفة، بتقول في شيطنة بالحب بتشتركوا فيها، نعرف بعض يعني مثل ما ممكن أي حد يعرف التاني. بدي أقف معك عند أربع نقاط بهذا الموضوع لنرجع نحكي شوي عن المشروع يلي رح يجمعكم. بتقول أنه أنتوا سوا نفس الشيء بالتفكير بالشيطنة بالحياة وبالحب، كيف يعني كيف بتتشيطني بالحب؟ ما بعرف إيش قصدها بالشيطنة، بس أنه صادقين جدا معنا. ليه ما في ماسك يعني؟ لا ابدا، يمكن شويه الساكسفون واخذني شوي خفف لنا شوي لنركز. ايه الحب، ما هو الحب، بقول لك حاجه، الحب لازم يكون فيه كل شيء، لازم يكون فيه شيطنه، لازم يكون فيه عقل، لازم يكون فيه حب قلب احساس، لازم يكون فيه عطاء، لازم يكون فيه تسامح، لازم يكون فيه ظلم، لازم فيه ولا ما يتسمش حب. يعني قليل من الحب بيريح القلب، كثير منه بيضيع العقل. لا والله كثير منه كذلك يريح ويعطي استقرار ويعطي طبعا اكيد هيك مكترة منه هالايام. انا ما اعرفش احب يا ابيض يا اسود، يا احب احب يا ما احبش. شكلك بتحبي عنديش نص نص، بتحبي يعني. بتحبي ايه، ما انا عارفه. النقطه الثانيه، قلتوا بكيتوا سوا يوم اعدام صدام حسين، بكيتوا لانه شخص عربي مسؤول او زعيم او رئيس عربي اعدم من قوات اجنبيه، ام ليه بكيتوا؟ احنا بكينا يومين، يوم احتلال بغداد انهارنا بجد. يعني أنا لما أجي هوني ما لي غير أحلام وقلائل جداً اللي يكونوا معايا 24 ساعة، يعني عنود، أحلام، ماري، هالناس الغالين عندي، كارن. فأنا وأحلام بنتفق في نقط كتير بالنسبة للفكر، للأدب، للوطن، بكينا لأنه كان يوم عيد كبير، كان يوم عيد إضحى. أن يعدم صدام أو غير صدام شيء مؤسف وشيء محزن، وهذا في النهاية قائد كان لدولة، فأن يعدم في يوم إضحى كأنك خروف، كأنك بتعدمي خروف، فشيء مخزي لهذه الأمة. كان ممكن يحاكم أقصى من هذا الشكل بشكل آخر. أوكي، هي فكرة أنه العرض كمان على وسائل الإعلام اللي شيء مش إنساني أبداً، حتى الغرب يعني رفضوه، مش إحنا يعني. توفي زعماء كتير بهيدي الفترة، يعني بالسنوات الأخيرة، رؤساء، مسؤولين دول، يعني بكيت عليهم كلهم لطيفة. بكيت على ياسر عرفات بشكل كبير. عمين بكيتي كمان؟ على زعماء يعني؟ في كتير ناس أو خليني ما فوت بهذا السؤال، لأنه ممكن ننسى بعض الأسماء، نقول لسؤال آخر. بتقول حتى الفانز تبعولك بيقولوا لا نقبل أن تهزم لطيفة أمام رجل، حتى بفيلم، أمام حب، أمام موقف سياسي، أمام يعني ما بيقبلوا أنك تنهزمي، لأنك أنت معودتيهم هيك، ولا لأنه هني ما بيقبلوك ضعيفة مهزومة حبيبي؟ لأنه يمكن أنا أنت إنسان ممكن شوفي أنا ما بحبش أبعث في روح حد الانهزام أو الاستسلام أو الانكسار. نحن موجودين في هذه الدنيا لنعطي ولنكون واقفين كقامة، كفكر، كعطاء. إحنا رب العالمين بعثنا عمودنا الفكري هو الأمل.
فإحنا كبني آدمين لو حنكون منكسرين منهزمين يبقى إحنا كفار. أنا هذا رأيي. نعم. يعني إحنا مش مؤمنين بالله، هذا رأيي. فأنا يمكن جمانة من خلال عدة أغاني بعثت هذه الروح، لأنه هذه هي قناعتي. نعم. بداخلي يعني أنا ما بحبش أني أنا أبعث، لو واحدة مهزومة منكسرة مجروحة سمعتني تنهزم أكثر حتروح تنتحر. أنا مش عايزة أوصل لهذه، عرفتي؟ لا، أنا عايزة تسمعني أبعث فيها الأمل، أبعث فيها القوة تطلع من محنتها، إن كان مرض إن كان مشكلة إن كان انكسار أي شيء يعني. هذا وهذه رسالتي أنا في النهاية يعني. آخر نقطة من كلام سيدة أحلام مستغنمي، يوسف شاهين ظلمك؟ لا حبيب عمري، هيك قالت، وقالت إنك أنت عارفة هيدا الشيء. لا هي يمكن أو برشا ناس قالت لك أعطاكي مجد لكن الدور انظلمتي فيه. مش ضروري يكون شبه الدور، مش لازم أكون لطيفة في الدور. أنا بأؤدي دور هو كتبه، فبالتالي لازم أقبل هذا الدور ولازم أؤديه كما يجب. أن أطلع في حالات ببكي منهارة وحشة، هذا هو الدور المكتوب. يوسف شاهين حقق لي 50% مما حققته في الفن. مين متكلي على مين يحقق لك 50% الباقيين؟ رب العالمين. أكيد. أكيد. رح نبدأ بأوراق الصحافة. في عنا منشطات وعناوين بدنا تعليقك عليهم، وبلكي كمان بتفكرين شي من وحي الخريف. شو ممكن نسمع منك فالت هيك عم نحكي عن الهوى وعن قبل ما نفتح منشطات الصحافة؟ الله على الخريف، هيك منهديها لأحلام. أنا على فكرة كتير بغني في الخريف. أي. يعني شو؟ طول النهار حتى الحذية بدوشهم بالغنى، قول لهم في هيك مش موال، أنا نسميه شوية هيك دندنة، نقعد ديما ندندنها في الدار وحدي. أيه شوفوا أنا طبيعية جدا معاكم وعملة أقول اللي في قلبي يعني. أيه ما هو هيك، هو هيك. هيدا المطلوب وهيدا لازم يصير. بدك صوت أعلى من السامعين. يا راعي القصب مبحوح جاي عبالي شروقي، قلو للقصب ما يبوح بالسر اللي مبحوح جاي عبالي شروقي، قلو للقصب ما يبوح بالسر اللي يا راعي القصب مبحوح جاي عبالي شروقي، قلو للقصب ما يبوح بالسر اللي تمك. خلينا بالخريف، لشو بدنا نقول على الفصول الثانيه؟ ما زال هالقد بتحب تغني بالخريف. سلم تمك. رح ننتقل لمنشطات الصحافه، بدي تعليق على كل منشط. النقطه المشتركه بيناتهم طبعا انه لطيفه او قالتها او كتبت عن لسانك. رح نشوف سوا اول منشط. اغاني هذه الايام مثل الهيروين. شو كيف يعني مثل الهيروين؟ شو بيعمل؟ اكيد مش كلها، انا عايز اسمع نفسي واطي برشا. نحن سامعينك كتير. انا وسامع نفسي، نحب نسمع. ما يكون اكيد مش كلها، بس ما في شك انه هنالك اغاني وهنالك ظاهرات فنيه تاثيرها على الشباب وعلى الاجيال الجديده الشابه
اللي لسه مش ناضجة ولسه مش واعية ولسه تجاربها قليلة تأثيرها مخدر بشكل قاتل ومدمر لمستقبلنا. فهي أقوى من هالكارثة اللي اسمه هيروين والكوكايين. يعني أغاني هالأيام يلي عم تحكي عنها، هل هي لأنه مواضيعها هابطة ولا لأنه اللي بيغنوها هابطين؟ كلها على بعضها، أغانيها، المواضيع، الكليبات، الصورة اللي بيطلع بيها إن كان شاب أو البنت، كشكل غنائي. أنا ما سميهوش غنائي، اللي بعيد كلياً على الغناء. اللي بيعرف الغناء بيحبه أكثر، بيحترمه أكثر، بيقيمه أكثر، وبيوصل برسالته أكثر. أي أغنية حسيتية أكثر أغنية كانت تشبه المخدر؟ كثير ببشاعتها. لا كثير صعب. مثل شو؟ سمي لنا. ما في اسمي لك. ليش؟ ما بحبش احرج حد، هم احرار في قناعاتهم. طب ما عم بتقولي مخدر وعم يعني نحن ايه مؤذيين. نحن ما بنحب نحرجهم يعني مؤذيين لما المجتمع بالكامل لما يعني؟ يكون فيها كميه من العراء، كميه من الاسفاف، كميه من الهبوط، كميه من الفقر الفكري والفني، كميه من الاستهتار بالناس ومستقبل الناس. اكيد هي هيروين يعني. رح ننتقل لمنشط تاني. نعم، عشتوا قصة حب مع كاظم الساهر. ياه مقدمهم. بس هذا منشط قديم برشا يعني. ما أنا مش عارف الجديد لطنش القديم. مش قصة الحب، المنشط قديم. ما في شك إنه إحنا، أنا لما أتعامل مع فنان إن كان شاعر أو ملحن أو مخرج لابد يكون هنالك في تفاهم. هذا التفاهم في الفن يتسمى لازم يكون في حب، في احترام، في ود، في رغبة في النجاح للاثنين يعني. لكن مش قصة حب رجل وامرأة، لا تماما، أكيد لا يعني. أكيد لا. رح انت بس انه قلتي لي قديمه لانه نحن الجديد. المنشط قديم برشا يا ما حكيوا. نحن انا تلقت فيك بخبريه يعني، مبسوطه فيها، عم دور لقلقت عليك خبريه. على كل حال هي منا تهمه يعني. قاسم من الـ من الـ من بتعرفي يعني من كل اول شيء رجل أكيد. فارس احلام كتار من البنات أكيد. ورجل مثقف وفنان أكيد. كبير اكيد. انا كله كل يعني. الاحترام ما فيش شك. نحن كلنا عايشين قصه حب مع قاسم بعتقد. نشاط الجاي على هيدا. نشوف آخر معشات. ما قالته أحلام عيب وسأحاسبها يوما. يا لطيف، شو هو اللي عيب؟ أحلام المطربة؟ إيه، ما قالته أحلام عيب. هيدا عن حبيبتي عن لسانك هيدا الشيء عم حلومها يا حبيبتي. أنا ما قلتش لا، ما يمكن مرة قالت أحلام إنه مش عايزة أي مطربة عربية تغني خليجي. مسكت على التليفون، تعالي هنا، قلت لها هي أحلام حبيبتي، أنا نحبها برشا. أحلام شوفي، أنا بالنسبة لي أحلام ما فيش شك إن هي مدرسة في الأغنية الخليجية بجد يعني. فنانة خليجية تحترم بكل تاريخها. نعم، بكل ما تقدمه يعني. من حقيقة لما أحلام قالت هذا الكلام كانت على الهواء في التلفزيون، كلمتها من بعدها قلت لها تعالي هنا، أنت مش غنيتي مقياسي يعجب ما صار مقياسي يعجب على قرطاج وكانت حلوة منك وحبها الجمهور التونسي. إحنا بالعكس، أنا قلت لأحلام وللناس كلها ديما نقول يا ناس احنا عالم عربي واحد، ما فيش حاجه اسمها خليج وما فيش حاجه اسمها الشام وما فيش حاجه اسمها الشرق وما فيش حاجه اسمها المغرب العربي، احنا عالم عربي واحد يعني. احنا اللي حطوا هالحدود هم المستعمرين مش احنا يعني. احنا كشعوب كنا ميالين يعني. والدليل جمانة يعني، الدليل شوفي الان مثلا الاغنيه الخليجيه قديش الناس تحبها في كارتاج، ملايين يعني. تعتقدي بيحبوها لأنه غنوها فنانين عرب ولا حبوها من الخليجيين؟ لأنها جذورهم، لأنها روحهم. الناس ما تتأثرش بجذورها يعني. الأغنية خليجية أكيد أنا لما أسمعها أنا بنت المغرب العربي تشدني وتهزني، نفس الشيء لما أسمع أغنية مصرية أو لو أسمع أغنية لبنانية نفس الحكاية يعني. من حي أم فهد. وأكيد تعليقة يعني، في ناس بيعتبروا أنه هي قالت لأنه ببعض الفنانين عم بيقدموا أغاني خليجية وما بيتقنوا اللهجة الخليجية، يمكن ما عم تحكي على اللي عم يتقنوا اللهجة. هو حلو الواحد يعني يغير على لهجته بس ما يمنعش التانيين أنه يجرب يعني. فحسبتيها هيدا الصندوق الذهبي مثل لون الخريف وفي ورقة بدك تعاتبي فيها لطيفة، رح تكتبي على ورقة الخريف وما رح حدا يقراها، رح نعرف فقط إلى من من الفنانين، فنان أو فنانة، لازم يكون الموضوع عتاب.
بدك تعاتبي حدا؟ على اين اخذها حكايه؟ شوفي اكره شيء بكره في الحياه العتاب. اي معلش هي على الورقه ما ربنا بجد مش رح تقولي على الهواء، رح تكتبي على الورقه وبعدين في عتب على قد المحبه خديها هيك. بدك تعتبي على فنان او فنانه من خلال رساله رح تكتبيها العتب وبتقولي لنا لمين من دون ما نقراها. حلو. والورقه الخريف ترجع للصندوق السري وما حدا رح يطلع عليها الا الفنان اللي عتبتي. لطيفه عسيرة العتاب نكتب ولا رد عليك توا؟ مرحبا وينك؟ سؤال صغير عسيرة العتاب أنا عندي عتب عليك، صوتك حلو رائع سمعنيك غنيتي مرتين ثلاثة دغري هلا، ليش عم تغني أغنيك بلاي باك الليلة؟ لأنه كان لازم يكون عنا وقت برشا باش نعملوا بروفات وليه ما جيتي بكير؟ نطلع على الجمهور الرائع من غير ما نعمل بروفات وإحنا ما عنا وقت. وليش تعذبت جبت الموسيقية معك؟ شو؟ ليه تعذبت وجابت الموسيقية معه؟ لأنه عزفوا حاجات لايف طبعاً أكيد. معقول يمرق شي غنية أساساً لايف؟ لما يجي هما ما يتعذبوا، هما بيموتوا في لبنان. إذا هيك أهلا وسهلا. لكي غيرتوا، لكي غيرتوا على لا 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 صوتك جميل كتير كان كمان بالموال رائع كان حلو كتير. بعدين بدي أقول لك شغلي إنه الأساتذة الموسيقيين ولا عمرهم أثروا بأنه بالعكس هن بينزعجوا إذا ما كان في أغاني لايف، لكن بعض الأوقات يمكن ما بيبقى في وقت عند المطرب أنه يقدر يجي قبل بوقت تيعمل بروفته، فكان لطيفة مرتبطة قبل بيوم أنها ما كانت قدرت، لكن الفرقة كانوا جاهزين وهيدا الشيء يعني واضح من كل حلقات اللي مرقوا أنه كل الألبومات الجديدة انعزفت وكانت لأول مرة تغنى مع ضيوفنا اللي سابقين. نحييكم أساتذة. لمين العتب لطيفة؟ من دون ما نعرف شو كتبتي، بس لمين؟ ما يزعلوا مني اللي بروح أعتبهم؟ لا أكيد، أصلاً ما رح ينقرأ هيدا الرسالة، رح تتسلم للفنان بس. لمجموعة فنانين هم ممثلين. ممثلين؟ إيه رح يشوفوها في الكتابة يعني. بس ذكرتيهم مين إني صح؟ إيه هم عارفين. أوكي. ذكرتي أسماء. هلا أنا مطلوب مني أقولي الأسماء الممثلين لكن ليس العتب. ما في أسماء، هم مجموعة. مجموعة؟ صعب نسميهم إيه. لأنه مجموعة كبيرة. بعدين بقى مش أنت قلت. طيب أوكي. أوكي أوكي. الورقة رح تبقى سرية بالصندوق الذهبي. رح نختم الخريف من وحي الخريف. أغنية كنا زمان أقوى، زمان كنت أقوى لطيفة ولا هلا أقوى؟ يعني القوة عند الواحد بتتجدد دائما. يعني مش انه بترتبط بزمن معين بفترة بمرحلة ابدا، بس ما في شك ان احنا كنا زمان اقوى، كنا في جراح اقوى وعذابنا كان بيمر. ايوه زماننا تغير دلوقتي، جرح صغير يجرحنا طول العمر. ودي كلمات بهاء الدين محمد والحان حمدي صديق ومدحت خميس للتوزيع. نسمع منك ومننطر الشتاء جاي كتير دافي إن شاء الله.
زمان كان يتحمل مهما الحياة تقسى علينا بنعيشها برضو بنكمل ولا دمع بتبان في عينينا إحساسنا زمان كان يتحمل مهما الحياة تقسى علينا بنعيشها برضو بنكمل ولا دمع بتبان مروا علينا من الصيف للخريف واخبار ومعلومات واحاديث ومواضيع. وصلنا على الشتاء. الشتاء مبدئيا هو فصل بارد بس في ناس بيشوفوه دافي لانه بيبحثوا عن الدفى فيه. انت كيف بتشوفي الشتاء؟ بارد ودافي لانه دفي دفيه برد بتبقي محتاجه دفى يعني يعني تقريبا مثل غالبيه الناس. هلا حاسه بالدفى اكثر بحياتك ولا حاسه انه ببروده شوي؟ اي مرحله بحياتك حسب اللحظات يعني عارفه؟ لا الحمد لله حسب دفى رائع، حسب دفى انساني ودفى من عند ربنا. يعني تحسي انه انت يعني في حضن هيك ربي اعطاهولك ومعمول حلو، مش انسان يعني بس انه في تكوين حياتي، في حياه الواحد كونها تعب عنها وتعب فيها برشا وعملها فعملت له حزن حلو. مين أكتر ناس حواليك بدفوك بالشتاء؟ أكيد أهلي. أكيد. أكيد. بدنا نشوف نحن وياك تقرير منشوفه سوا وبنرجع لنتابع حديث الشتاء اللي رح يكون كتير مثل ما قلنا دافي وقريب للقلب. منشوف لطيفة كانت معنا في المعهد الرشيدي زادة وكانت من ضمن الأصوات اللي تأثر الفقرات الأساسية لفرقة المعهد الرشيدي، خاصة أننا نثبت أنه كان أول حفل شاركت فيه لطيفة مع المعهد الرشيدي غنت فيه أغنية يا ليمي على الزين ما نصبرشي لشيخ الموسيقيين المرحوم محمد التريكي وأبدعت في ذلك. معناه تقريبا أغنية يا ليمي على الزين ما نصبرشي أخذت سكسي مع لطيفة. بتونس الخضراء حبا فاق عن ظني أهيم بتونس الخضراء حبا فاق عن ظني هنا أصلي وميلادي هنا أصلي. أنا جار لطيفة العفاوي ولد حمتها من القدم، أنا أكبر منها شوية أما نعرفها، أنا عرف طفولتها، كانت طفلة شهلولة وباهية تقرأ في المدرسة بتاع الحومة اللي هي مدرسة الأخوة. هي زادة محترمة، تحترم فنها، تحترم جمهورها، تحترم الناس، تحترم جيرانها. أنا أغنية
أغني لكل إنسان بداخله تحدي وبداخله حب وبداخله عطاء. يجي عام 42 أنا قلت لك عام الحرب، عام وقت الحرب جاءوا هم لهنا سكنوا عندهم يلثهم، ومن بعد جاءوا شروا أبوها شد الخدمة وعمها شدوا الخدمة الحسن سيدي وشروا نمر الترب لهنا وبنوا لهنا وقت اللي متربيين لهنا أبوها أكثر من الأخوة أنا وياه. عنده أخوه عمها عم لطيفة اسمه محمد مازد الله يرحمه، يقول لي راني أخويا ما نحبوش كيف كنتي أبوها ويخدم على روحه ناس طيبة الله يرحمه. أمها زاد ناس طيبة، أمها كانت ما تخرجش البرة من الباب وقت رجلها حي، وقت مات هو خرجت ومشيت خطت على بنتها وهكا كيف تجي لهنا أمها تجيني وتسلم علي. أنا قلت لك الحفال الحومة هذه كلها عبارة على دار واحدة، أنا ننصحها اللي ما تنساش أمها. ومهما كان تغريبي فتونس قطعة من يعني شكرا للي قاموا بهالتقرير يعني نعيمة بن عمار بتونس. نشكرها نعيمة برشا سمير يوسف هو جابت لي صور يمكن لي سنين بجد نحييهم برشا، وجابت لي صور يمكن سنين ما شفتهم من طفولتي لما عملت المسرح المدرسي انا ولطفي خويا وبعض الفنانين يمكن اللي توا مشهورين ولا ايه. وجابت لي صور معهد الرشيدي اللي انا درست فيه صحيح. ومن حومتي ومن الناس كبار برشا اللي برشا ما شفتهمش. جيرانكم سمعتي شو قال جاركم؟ شو قال؟ حكي على بابا كي شري الارض وشري التراب يعني معناتها ما شاء الله عليه ربي فضلهم لي بلادي تونس بتبيعة يعني هذه عمري. من يقول لطيفة يقول تونس فورا يعني ما هيدا ما في شك فيه. وحبينا انه نقصد البيت اللي كنت فيه والجيران يحكوا عن لطيفة الصغيرة شهلولة. شو يعني شهلولة؟ شهلولة يعني روحة حلوة. روحة حلوة وقالوا انه محترمة وبتحترم جمهورها يعني متابعينك وبحبوك اهل بلادك. لطيفة ولدتي احلى ما بالشتاء انك ولدتي فيه، ولدتي يوم 14 فبراير يوم الحب، تتحبي اكتر ولا تتنحبي اكتر؟ حلو هالسؤال. حبيت شوفي انا بفرح لما يعني الواحد كي تولد مش بيده مش هو اللي والد نفسه، فانه القدر جابه في هذاك اليوم. وحلو انك انت تحتفلي مع كل القلوب المحبة، كل الناس اللي تحب هذا اليوم اللي هو عيد الحب يعني. فاني لا اتحب واحب يعني مش عارفة، بس انه انا اعتقد انه احلى شيء في الحب هو العطاء. حبيتي كتير بحياتي؟ حبيت حب كبير ايه، بس مش كتير يعني انه كتجارب انسانية يعني لا مش كتير. قصتك مع الحب فصولة كتيرة لطيفة، فصولة دايما بتدخل الى العموميات يعني. اليوم اذا بتسألي الجمهور، وانا الجمهور هون دايما بيسمعوا عن حالة حب، لكن الحبيب دايما مجهول. من هو حبيب لطيفة؟ لماذا لا تعلن لطيفة عن حبيبها دايما؟ طب ولماذا اعلن؟ طب الناس بتحب بتشاركك ليه لا؟ هل لانه دائما لازم يكون من اصحاب النفوذ؟ هل لانه لا يعلن لانه ممكن يكون شخصيه بالعكس مهمه؟ بالعكس ولو اصحاب نفوذ كنا اعلنا ما في مشاكل. بس انا حسب ما بعرف فيك، حسب ما بعرف فيك كانه الحب عندك حتى سينيه نخبوي، نخبويه بحبك لطيفه، تبحثي عن الحبيب النخبوي؟ لا مش للدرجه، لا رحتي بعيد جمانة اكيد. لا رجعيني لمطرح الحياه بسيطه جدا وصادقه جدا، والحياه ابسط مما الناس ممكن تتخيل. بالنهايه الفنانه كان انا او غيري ليها مساحتها الشخصيه في حياتها، اذا انتهكت هذه المساحه صار في استرخاص لهذه القيمه الانسانيه. فبالتالي لابد الواحد يكون في احترامه نفسه، في احترامه لحياته، لمبادئه، لقيمه، لفنه، لناسه. من الأحسن أن يكون لي هذه الحياة الخاصة، على الأقل يكون لي حياته الخاصة اللي أنا أفضل تكون خاصة لي، لأنها قيمة وغالية وجميلة ومن أروع ما أعطاني ربنا سبحانه. حتى أستطيع أني أنا نكمل حياتي الأخرى بنفس القوة.
ما يصيرش فيه يعني اهتزاز. وأنا مؤمنة بهذه الحياة ومؤمنة بما عطاني الله من حب مثلا أو من ما بعرف، سعيدة باللي عندي يعني. طيب نحن بنشوف كتير تجارب أكثر الفنانات، في من تغرم بملحن تعاونت معه، من تغرم بموزع موسيقي، من تتزوج سائقها البادي جارد تبعها، وعادي يعني الحب حالي لا يعرف لا الطبقات ولا الأشياء. يعني أنا بدي أسألك، هل ممكن تغرم لطيفة بسائقها مثلا؟ أو أنا جايب عنك بحسب ما بعرفك، لا ليه لا؟ الحكاية ما هي السائق ولا دكتور ولا موظف ولا ضابط ولا صاحب نفوذ، الحكاية كلها قلب وشرايين وصدق وإيمان وحب وعطاء. الحكاية كلها إنه تغرمي بالإنسان اللي يكون ربي عطيه شيء أنت مؤمنة بيه وهو مؤمن بيك. موجود هذا الإنسان هلأ حاليا بحياتي؟ مليون المية. من زمان ولا حب جديد؟ شو بدنا بهالأسئلة هلأ؟ تعرفي شور؟ إيه. بنص الجو إذا انطفى الضوء لطيفة، وإذا طلعت علينا العتمة يمكن بتصيري تحكي أكتر. كثير بحكي مع العتمة. أنا تحكي مع العتمة عادة؟ كثير كثير. أحسن تحكي بالعتمة أكتر؟ كثير كثير بحكي مع العتمة ومع نفسي برشا. يعني بالعتمة لازم ناخد منك اعترافات ولا لا؟ شكرا شباب. ايه ممكن كان عم يحكيكي الصوت ما بعرف. ايه انا وعم ضوي الشمع بتعرفي كنت عم بسمع الصوت كان عم يحكيكي، ما بعرف اذا كان قاصد يدخل قبل ما تدخل علينا العتمة. بخاف من الظلمة هو، بخاف من هرب ها؟ لا ما بخاف من الظلمة. عقلي ميلا شنو تحب تقولي؟ جمعة انا ما عم تسمعوني؟ بلا انا عم بسمعك ونحن كلنا عم نسمعك. مونيتر هوني شوي. طيب لطيفة ليش ولا مرة بتقولي لنا مين بتحبي؟ هل هو رجل سياسي؟ عندي هيدا الشعور. شو بدك بالسياسة بتودي في داهية؟ فيش قائم سياسي. شعورك خطأ بالشتاء بالذات. طيب امتى لطيفة المرأة ما بتزعجها العتمة؟ دايما ما بتزعجني لما كنا يعني كي نجي نحب نرقد او نحب نخلو بنفسي. العتمة ما بتزعجني، بالعكس يعني بتزعجني لو انا متعبة ومرهقة وعايزة نام، اكيد بتزعجني. وانا شوفي انا اللي بيزعجني اكتر هو عتمة القلوب وعتمة البصيرة عند الناس. نعم. لما يكون لما تحسي انه 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 في عتمة موجودة بشعوبنا، انه في عتمة موجودة باعلامنا، انه في عتمة موجودة ومستقصدة ومدفوع الكثير حتى تصير هذه العتمة في الاعلام في وسط الشعوب العربية، اكيد هذه العتمة بتزعجني. انت بحاجة للضوء اكثر ام للعتمة اكثر بحياتك؟ للاثنين يكملوا بعض اكيد. اكيد. ما بعرف ليه العتمة دايما بتخدنا الى امور اكثر حميمية مع نفسنا، يعني ننسى حالنا وبنحكي. خليني ارجع لحديث القلب، يعني اللي هو اكثر بيخدنا بهيدا الجو. حبك لطيفة متعدد الجنسيات ام تونسي؟ قصدك حبي يعني الشخص اللي انا احبه؟ الرجل، الرجل اللي بتحبيه هل هو من الوطن العربي؟ انت عندك انتماء عربي في مواقفك، هل مواقفك العاطفية ايضا تشبه انتمائك العربي بالسياسي وبالوطنيات؟ هو احلى ما احب فيه انه عنده انتماء لكل الجنسيات العربية. بيشبهك جدا مليون المية. بشو بيشبهك اكتر شيء؟ بكل شيء تقريبا. وصفي لنا اياه كيف هو. هلا شو عتمة ولا عايز يتضوي الضوء عليا ولا شو؟ لا هلا انا وياك لحالنا، هلا ما في حدا بيقدر الا موسيقى مايسترو إلي العالية على البيانو ممكن يرفقنا، وبحسب شو بنحكي بتوافقنا الموسيقى. يعني اذا سأكون تلقائية معك ما في شك انه انه انسان صادق، انسان عنده انتماء قاتل رائع، صادق جدا، معطاء جدا، مكافح، مؤمن بأرضه، يحترم الفن ويحترم المرأة، مؤمن برسالتي الفنية، يعشق نجاحي، يحب نجاحي. هذا رجل مثالي. هو إنسان رائع.
ما عنده أخطاء؟ أكيد عنده أخطاء مثل كل الرجالة يعني. بس الصفات اللي يعني قلتيهم تقريبا مثاليين يعني. إيه؟ في مثالية فيه. إذا هالقد بيشبهك لطيفة، إذا سألني مين حبيبتك بيقول لطيفة؟ ما بعرف، يمكن ما سألتيه ولا مرة؟ عشو توا هالأسئلة هذي جمانة؟ ليه غريب؟ بس أنا عارفة إن أنا حبيبته أكيد مليون المية. شو بيخليكي تتأكدي؟ كيف المرأة بتتأكد إنه هذا الرجل يعني هيدا هو رجل حياتها؟ كيف ربي خلقنا؟ ربي خلقنا بإحساس، ربي خلقنا بعقل، ربي خلقنا عنا تمييز وعنا إحساس وعنا إذا واجهتي موقف خياني وارد طبعاً. ما عم بحكي عن أشياء معينة، بتخليها بالعتمة ولا بتعلنيها بالضوء؟ أنا ما بعتبرها خيانة يعني، ما عمري يعني واجهت شي خيانة أبداً أبداً أبداً، وهذه ميزة من ميزاته. ما حدا خانك وما خنتي حدا بحياتك؟ لا خانوني كتير أصدقاء وصديقات يعني. لا في الحياة العاطفية يعني، نحكي في الحب أكيد في خيانات مليون مية. كيف بتردي بالغنية؟ جيني غراندي كليوباترا خانوها، ما أعرف مين، مش أنا يعني. بس الخيانة في طبع الرجل أو في طبع البشر عموما يعني. شو سؤالك؟ بتردي بغنية على الخيانة؟ برد بالتسامح وبرد مثالية هالقد؟ لا ما بتنجرحي؟ بالعكس بنجرح وقتها أكيد. إذا بنجرح مليون مية، بزعل، بتضايق، ببكي، أو بس ما برد بخيانة مليون مية. لا أكيد أكيد لا، أكيد لا، لأنه الواحد بيرخص من نفسه. كم مرة بكيتي بسبب الحب؟ كتير؟ لا ما عديتهم شكيكة، لكن قد أبكي وأنا أضحك يعني، مش ضروري أبكي وأنا. بالعتمة بتبكي أكتر ولا بتضو ولا ما عندك مشكلة؟ يعني الناس اللي بتشوف دموعك عندك مشكلة تشوفوك أبداً بتبكي؟ أبداً. شوفي جمانة، أنا من النوع اللي ممكن ريحة تبكيني. يعني ممكن ريحة تفكرني بتونس مثلاً، أشم ريحة الياسمين أبكي، أفتكر بيتنا الياسمين اللي في دارنا، أفتكر شوارعنا، أعراسنا، أفراحنا. إذا شي مرة حاجة مالية بتطلبيها بالعتمة ولا بتطلبيها بالضوء؟ لما حكينا على إنه في ريحة ممكن تبكي، افتكرت كل العرب اللي عايشين برات العالم بالعربي، أنا متأكدة أن عندهم نفس الإحساس. مشان هيك عم تبكي هلا. لأنه أنا أعتقد أنه أكتر شيء بيحسس الواحد بالغربة هو الحنين للبلد يعني، للأهل، للناس، متأكدة أنه ألاف من الناس عندهم نفس الإحساس. شو سؤالك تاني؟ أنه لو بطلب شيء مرغبنا أنا يعني بكل الحالات يعني، مش يعني رب العالمين ما فيش غيره ممكن الواحد يطلب منه. وما أحلاه ربنا، ساعات من غير ما أطلب يعطيني، ويام أعطاني كثير فوق ما كنت نتخيل يعني. بتعرفي الحلو أني كثير عم تطلبي أشياء من الله، كثير بتكل عليه تقريبا بكل شيء. مليون المية، مليون المية. يعني بجد كل من يعرفني لازم يخافني. لأني أنا مع رب العالمين، إذا بستمد أي قوة في هذا الكون، في هذه الحياة، من يوم ما افتح عيوني لغاية ما موت، هي من رب العالمين فقط لا غير. بجد، لأنه إذا عندي قوة بهذه الحياة، إذا عندي سلاح، هو الخالق. صدقني ما في أقوى منه، ما في أحلى منه ربنا يعني. حلو كتير لطيفة. بحس بالعتمة فيك توجهي كلمة حب. حبيبك عم يحضرنا الليلة أكيد. الله أعلم، ممكن إيه. كيف الله أعلم؟ أعتقد معقولة تكون لطيفة على الشاشة على الهواء. بلا بلا بيحضرنا خلاص يا جماعة. أوكي، لا بدي أتأكد أنا عم يحضرنا. أكيد بيحضر. احكي له شو نقول له؟ قولي له اللي بدك تقولي له. حكيتي عنه كتير اليوم ولأول مرة بتحكي عن حبيب لطيفة. عشو الإحراج أنت توا؟ مش إحراج، أنا ما بدي طلعك من من هالمود الحلو، بس همشي معاك يا جمانة وكمل معاك. كملي. مش نقول له مش عارفة، بس يعني أنت مثل رائع في حياتي، وأنت
أصدق إنسان وأحلى إنسان وأقوى إنسان وأجمل إنسان قابلته في حياتي. ربي يحميك ليا والأهلك والوطننا كلنا، وربي يخليك ليا لأنت مصدر كل إحساسي الصادق الرائع. أنت جميل ورائع وأنا بشكر ربنا أنه جابك في حياتي. ما في أجمل من العتمة معك، بس بدنا نرجع للضوء. بليز مضطرة أرجع للضوء. شو مش ممكن هالجمانة إيه؟ شو حبيتي حالك بالعتمة؟ أنا حبيتك بالعتمة كتير. أنا يعني شوفي أنا منعرفش نحط ماسك لا في العتمة ولا في الضوء يعني. فأنا بداخلي نور، بداخلي ضوء. فأنا بالنسبة لي العتمة بتضويلي ما بداخلي يعني. بدي أشكر المايسترو إليل عليا يلي ساهم بنفس مود الأسئلة، ساهم بموسيقته أكيد لاستدراج لطيفة، الاستدراج الجميل إنها تحكي وجدانياتها واللي بقلبها. بدي غير الموضوع بس بالعتمة والضو، لو بدي ألعب نفس لعبة العتمة والضو وقلك بتمضي مع روتانا على العتمة ولا لازم على الضو؟ لا لازم شوية ضو مع روتانا. ليه؟ أكيد. ليه؟ ما ليه بقى؟ شو معقول حدا يغشي لأنه بالعتمة؟ صعب يعني روتانا كلها ضوء وكلها نور وكلها بريق. صعب تدخليها في الظلمة. بدي تكوني لطيفة. إنتاج الأغاني بيكلف كتير ماديا، وانت لحد هلأ فيك تعلي صوتك شوي؟ ليه حسيتك خايف اليوم؟ عم تحكي ومتردد. هاي الكونكشن بيناتنا عاطلة. اوكي لانه الشتي كتير. الله بتمطر برا. لطيفة انتاج الاغاني بيكلف كتير، وانت لحد هلأ اجمالا كل اغانيك من انتاج شركتك الخاصة. نعم. كيف بيتم التمويل فعليا؟ بس من بيع الاغاني؟ بس شو؟ من بيع الاغاني؟ كيف بتمولي اغنياتك انتاجك؟ والله ليها طريقة طبعا، لما كل واحد ليه خبرة وخبرة كبيرة مش سنة أو سنتين بيبقى لي معاملة خاصة أولا مع الفنانين الرائعين العمالقة اللي أنا بشتغل معاهم، ثانيا في مردودات كتير مش فقط من بيع الأغاني، من الحفلات، من الكليبات، من السبونسر، من الراعيين، من الشركات الرائعة اللي مثل روتانا اللي تعطيك حقك. من الحبيب في دعم مادي؟ لا ملاش علاقة أبدا. أوكي أنا فرحانة لأني شايفة رنا هوني. رنا حبيبتي منورة يا رنا. وين رنا؟ هايدي رنا بجد يعني هلا شفتها بس ضوينا الضو. رنا من سوريا حبيبة قلبي، فلسطينية عايشة في سوريا. تعرفين حتى عن بيت منورة يا رنا، هايدي حبيبة قلبي، هايدي رنا. بوصفك للرجال في شي بعد عندك؟ لأنه أنا خطر عبيلي شغلي. بوصف لطيفة للرجال اللي بتحبه، حسيت أنه عم تحكي عني أنا اللبناني. يعني قصدك حبيبة لبناني؟ هيك حسيت. عم بحكي عنك ولا عن حد لبناني؟ حدا بيشبهني كتير. والله وينك من زمان لكن انت معذبني. علش معذبني هكا؟ هل هو لبناني؟ سيبك من الجنسيات انت، ما عليك، سيبك من الباسبور والبطاقات. حسيت انه بيشبه اللبنانية بس مش اكتر. تونسي؟ كل العرب بشبه بعض، احنا العرب كلنا شبه بعض. كلنا شبه بعض، خلص كلنا شبه بعض. خد هيدا الجواب، اخذنا اجوبه كثير اليوم. خليك انوع شوي. خليك انوع شوي لطيفه. بالشتاء الاغنيه اللي بتلبق لهال او لاليك لحالتك انت العاطفيه شو بدك تغني؟ حسب يعني غني له يعني. شو في غنوه انا عملتها سلو حلوه رائعه بالالبوم اسمها سيبني شويه لوحدي عشان متضايقه شويه. هذه كلمات نادر عبد الله والحان وليد سعد. نعم. وتوزيع تميم. انا شايفتها شتويه ويمكن ان شاء الله من الاغاني اللي حتتصور قريبا باذن الله. نسمعها منك هلا وبكون هيك ختمنا فصل الشتاء الدافي الحلو المليان حب وحراره لنستقبل فصل الربيع الملون، لانه في كتير اشياء بعد رح نشوفها. بعطي فصل ربيع والفصل الخامس لك، شو بدك فيكي تقولي؟ نسمع سبني شويه، تفضل. Thank you.
شوية ما تقلبش علي مواجعي وتتعب فيا ده انا على قد ما نفسي اتكلم واشتكي منك خايفة لا تيجي على جرحي وتزودها مره وما زلنا معكم مباشرة على الهواء على روتانا موسيقى بكلمة فصل. الفصل هيدا هو فصل الربيع، فراشات وورد وعطر وألوان، الألوان اللي بتحبيها. الفراشي، على ذكر الفراشي، عمره كتير قصير، تعرف الفراشي طبعا، مع أنها كتير حلوة جنن وتحلي الحياة هكا. الفراشة احنا عنا في تونس مثل يقول لك إن لو جاتك فراشة للبيت يعني جايك ضيف. في ضيف جاي يعني. شو العبرة برأيك؟ الله خلقها حلوة كتير بس عطاها عمر قصير، في عبرة منها؟ أكيد هاي الحياة. الحياة كلها ولا شيء، كلها ثواني يعني. بتمر هيك يعني. الفراشة دايما بيجذبها الضوء، وبس تقرب كتير بتحترق. صح. حب مثل الشهرة للنور، مثل الشهرة. في كتير بتحرقهم الشهرة، وفي ناس بتضويهم أكتر. شو ضوى عندك من الشهرة وشو حرق فيك الشهرة؟ شو حرقت فيك؟ بكل صدق يعني، بجد بجد، وضوت بقوة. أنا بالنسبة لي الشهرة ضوت ما بداخلي بقوة، خلتني شفت نفسي أكثر من جوا، خلتني تمكنت بما أؤمن به، خلتني قويت قناعاتي، خلتني قويت ذاتي، خلتني يعني عارفة يقولك الواحد في إلان هيك بياخذوا، في اعتماد بياخذوا من داخله. فأنا الشهرة هيك
شو حرقت عندك؟ لي هذا. ما حرقت عندك شيء ابدا؟ لا، حتى لو حرقت اشياء اكيد لا تستحق الا الاحتراق يعني. بالفن في كتير فراشات، في منهم بيلبق لهم الضوء، في منهم لازم ينحرقوا. حرام. ليه؟ يختفوا، مالناش دعوه، ينحرقوا يروحوا، مالناش دعوه. ما هو ما بيختفوا، هن بيختفوا يعني. ما نتمنى الاحتراق لحد يعني. يحترقوا يعني ينخفوا من الوجود، يبعدوا، مالناش يعني دعوه. إيه؟ شو بالنسبه لك اذا بدك تطلعي لطيفه على الفن، وعم نحكي عن الفراشات او الاصوات، وعندك حديقه بدك تشكلي منها اجمل اصوات لتكون الحديقه الاجمل بالعالم العربي للفن العربي، بدي ثلاث اصوات نسائيه وثلاث اصوات رجاليه، وكل ضيف عندي مر بالحلقه اختار فعلا حديقته من ثلاث اصوات حلوه نسائيه ورجاليه. هلا شوفي، باش تعمل هالحديقه او تعملي هالنخبه الحلوه يكون ربيع في كل اصوات، لازم اصوات اكثر بكثير يعني بجد. حرام انه يكونوا ثلاثه نسائي وثلاثه رجالي فقط. طيب، لكن من هالبيئه يعني ايه، لو نحن قررنا انه نحصر الرقم بثلاثه، هلا في اكثر، بس سمي اكثر ثلاثه هن بتحسي صوتهم الاجمل على لإلك لسمعك انت بتطربي لأنه. في كثير اصواتهم حلوه. ثلاثه يعني، ما في ربيع من غير فيروز مثلا، خارج اطار ال طبعا لا سيدي فيروز طبعا خارج الاطار يعني. والاصوات الشابه في كثير اصوات حلوه. في يعني انا يعجبني صوت اليسا جدا. اوكي ايه، حلو كثير. كفي بس تتعبين. يعجبني جدا صوت جوليا. جوليا انا لو نوعت جوليا واليسا حلو. بعد بدنا صوت نسائي، لانه سيدي فيروز خارج اطار الحديقه يعني لحالها بستان. نجوى. نجوى كرم. تمام، نحييها. اوكي، هوت ليكي بدي ثلاثة رجال أصوات جميلة. هسمع زياد على طول، هقول زياد رحباني كفنان خارج إطار المنافسة وفنان موسيقي وهيك، عم نحكي عن الأصوات بالتحديد. عبد المجيد عبد الله. اه، نحييه. جورج وسوف طبعا. طبعا بحب صوته كثير. و ايه هيك لازمة، بس نذكر لازم ابو وديع عطول هل لازم. ونقول هاني شاكر. هاني شاكر نحييهم كلهم، فنانين بنحبهم كبار. هلا مش معناتها انه الاخرين لا، عندي اصوات رائعه جدا بموت فيهم بس يعني. نحن يعني نحن اللي قلنا على الرقم، نحن لزمناك برقم طبيعي. لطيفه، تعاملتي مع اسماء كبار إذا بدنا نذكرهم، من يوسف شاهين الله يرحمه، للأستاذ منصور رحباني الله يطول عمره، زياد رحباني، رندا الشهال الله يرحمها، حبيبتي رحمة على روحها. عمين عينك هلا؟ لا، في كبار كثير بالوسط الفني وابتدينا نتعامل، أنا نسميهم كبار باحترامهم للفن واحترامهم للناس. عمين عينك هلا؟ لا، في كثير، في يعني التجارب الجاية إن شاء الله باش في مشروع جاهز بإذن الله. في مشروع بإذن جاهز. الله. طيب، نحن بعد عنا رسالة رح توصلك من فنان، وبعد عنا اختيار كلمة فصل يلي هي بدك تختاري إذا بتاخدي ريسك لشيء ممكن تحبيه أو لا، وبعد عنا أغنية أغلى قلب، وممكن نمرق جزء مدلي مايسترو من أغاني لطيفة هيك فجأة وبدأ أطلبها منك على الهواء. طبعا عندنا منغني هلأ مدلي وبالآخر أغلى قلب، ولا هلأ أغلى قلب؟ لا لا، هلا اغلى قلب نعمل. اغلى، يلا نعمل اغلى قلب. ايه، وبعد كلمه فصل ما ناخذ الكلمه النهائيه، وبعد في عنا اكثر من سؤال يعني بناخذ المدلي. نسمع يلا اغلى قلب الاول مع الربيع. تفضل.
أغلى قلب تفضل ليا يا رب. ماليش غيرك حبيبي من غيرك عامل ايه يا دوب. قلت احبي يا دوب برتاح لقلب مع اني كنت خايفة معرفش جرالي من الألبوم الجديد طبعاً. و نذكر لأنه دايماً مهم طبعاً كلمات شاعر تركي السديري واللحن لوليد سعد وتوزيع عادل عايش. منحييهم كلهم كبار طبعاً. في رسالة وصلتك لطيفة بخلال هيدا الفصل. عادة بتوصل رسالة من شخصية، من فنان، من إنسان عادي يمكن. رح نشوف مين بعت لك رسالة بحلقة الليلة. وبدي تجهزي حالك للفقرة الأخيرة يلي هي وردة المارغريت يلي فيها خمس وراء، في أربعة منهم بدك تجاوبيني نعم أو لا، وفي آخر ورقة يلي بدك تاخدي قرارك إذا بتقطفي الوردة مهما كان القرار اللي ممكن تاخدي. أول شيء وصلتك الرسالة، كوكسينال، شو بتقولوا للكوكسينال بتونس؟ شو بتقولوا للكوكسينال؟ ايه شو اسمها بتونس؟ دبدوبة. بطل بدها تجي؟ دبدوبة باينة. شو الوضع؟ زعلانة. رح روح انا اجيبها. الهيئة الرسالة تقيلة مليانة هيئتها. ليكون صاحب الرسالة زعلانة وزعلانة. والله بدك تقريها على الهوا. هلا بنشوف. رسالة من قاسم إلى لطيفة. مرحبا يا مرحبا. بكير بعد بكير بعد. تعال جنبي. بلكي جمعة الجاي بتوصل. رسالة من قاسم إلى لطيفة. إيه. شو الرسالة؟ أقرأها؟ إيه طبعا. على الميكرو بليز. على الميكرو على طول؟ إيه. ليه خايفة إنه شيء ما بينقال على الهواء؟ ليه؟ علاش؟ طيب ما عندنا شيء يتخبى على فكرة. عظيم يعني. فإذا خلينا نقول على الهواء. مساء الخير لطيفة، الفنانة المجتهدة، الذكية، المثقفة. أهم ما بفنك أنك تشاركين بتجمعات وطنية تعكس انتهاء انتمائك العربي. شكرا يا كاذا. أبو وسام منحيي الليلة. ابنه عمر عمل عملية لدينته. عمر حبيبي من عمر من حد ألف يعني سلام عليه. عمر وسام ووالدته لكاظم وعائلته كلهم طبعا حبايبي لنا عشرة كبيرة مع بعض. أولا نشكره هالفنان الرائع الكبير يعني كاظم على هالرسالة الجميلة، ونقول له احنا شاركنا مع بعض في عمل فني من اروع الاعمال اللي انا قدمتها في حياتي. هو من ينقذ الانسان بألبرت هول في صحيح لصالح اطفال العراق واطفال العالم العربي. فانا اقول له اذا كان اعمالي التي تعكس انتمائي العربي فانت كمان فنان عربي نفتخر بيك جدا. واحنا يا كاظم من غير الوطن لا نسوى شيء. نحيي أبو بسام على رسالته، وفعلا لم يتردد أنه يرسل لك رسالة بالرغم من أنه انشغاله مع عمر ابنه. شكرا لك. نشكره برشا. رسالة أثرت فيها. شكرا لطيفة. رح نبدأ بوردة المارغريت. تعرفي لما نقطف الورد بين إيه لا بحبني ما بحبني. هلأ في عندي أسئلة سريعة بدأ إجابات خاطفة نعم أو لا. نعم أو لا. استعملتي شي مرة المارغريت لتعرفي إذا بحبك أو لا؟ أيوة أنا صغيرة أكيد. وأنت صغيرة. أنا بعدني لهلأ بستعملها ولا مرة عرفت يا زلمة ما بعرف ليه. ليش في مارغريت قد ما فيها. أنت بس عندك اعترافات. أنا كمان بحبك يا جمال. يلا حنبدأ بأول سؤال.
بالرغم من التزامك مع شركة روتانا لطيفة تبرم اتفاقات مع شركات أخرى، نعم أم لا؟ هلا اتفاقاتي مع شركات أخرى لا تقصد إنه إني أتعدى على عقدي مع روتانا، بل اتفاقات مكملة لعقدي مع روتانا اللي هو عقد توزيع يعني. يعني مش تاركة روتانا لطيفة؟ لا، لا، روتانا حبيبي يعني. أوكي. سؤال الثاني، ديو قادم قريبا سيكون مع محمد منير ولأول مرة؟ نعم وبقوة. حلو. إن شاء الله بإذن الله. طبعا منير يعني تحية كبيرة برشا لي. أنا بعتبره منير، محمد منير هو النيل، هو نيل مصر، هذا الفنان الرائع الجميل. إن شاء الله في عمل سيجمعنا مع بعض بإذن الله. نحن منحييه، هو فنان كبير طبعا وعنده شعبية كتير كبيرة. مسرحية غنائية ابتدى التحضير إلها ستجمعك بزياد الرحباني، نعم ولا لا؟ بدنا جواب مزبوط ان شاء الله. لا تقليل ان شاء الله وربما لا، بدنا ايه او لا؟ لا هلا لا ما في يعني، لكن في كلام ان شاء الله. في كلام ان شاء الله. بتتمني الموضوع يصير؟ مليون مية اتمنى. أوكي. ما في احلى من زياد يعمل هيك عمل يعني. اوكي، اخر سؤال بهيدي الفقرة، ابو وديع استاذ جورج وسوف قال لك يلا بلشوا ابو وديع. ما في مجال، لازم حبيبي. اوكي ابو وديع، اسمحي لي اني انا احييه اولا، احيي هالفنان الرائع اللي انا احبه جدا 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 جدا، ونقول له الحمد لله على سلامتك. وامبارح اول ما قلت له الحمد لله على السلامه قال لي لما يجيبوا سير، قعد يغني لي، فانا بحب لما يجيبوا سيرتك من صوته بجد يعني. هو كل شيء بصوته حلو، كل شيء بصوته حلو. ابو وديع على سيره، هلا جاوبتي بعتقد على السؤال. انا سؤالي كان ابو وديع قال لك لما يجيبوا سيرتك اغنيه عملتيها وما عملتي غيرها. ايه انه بحبها كثير، هو غناها دي ما يغنيها وتعجبه. يلا ما عملتي غيرها انت، هاي احلى غنوه عندك. مظبوط. هيك قاعد يتحداني يعني. معه حق ولا لا؟ انا اتحداه بروحي بترد فيا اللي انا عاملاها بهذا الالبوم. تحدي تعجبه كثير. اخر سؤال وبدي تركزي معي كثير منيح لطيفه، لانه في هذا خيال. مش مركزين يا جمانة؟ لا هلا لا بالعكس. طيب. انا سعيده بتركيزك، بس هلا في خيار بدك تعمليه، عندك خيارين وقرار بدك تاخديه وتقولي كلمة فصل. رح نعرض عليك عرضين، عرض قد يكون جميل جدا وعرض آخر شو بك يا عبستي؟ ايه هيك رح تعملي بس تسمعي نفس الشيء. عرض الآخر يعني ممكن ما يكون مستحب. لما تقولي نعم سأقطف الوردة يعني قبلتي بأي عرض نحن منكون مختارينه من العرضين. أوكي. يمكن تقولي لي لا انا ما حاخذ المجازفه وما راح اقطف، وكلمه فصل بتكون انه خفتي فما قطفتي الورد. اي واللي خاف نجي حتى لو خفت يعني. إيه اللي خاف نجي يعني، حلو يعني. إيه يعني. نجى نفسه. بتحبي يعني. مقوله يعني الف مره جبان ولا مره الله يرحمه. ايه ده شيء. هلا بنشوف شو الاقتراحات اول، لانه انا بتوقع رح تقطفي الورده. طيب. اول عرض، وهو رح اقول لك العرض الجميل، العرض هو لقاء بينك وبين شخصية تعمل في مجال الإنتاج العالمي، وقد يكون الاجتماع قريب جدا لعمل بتحب العالمية أنا بعرف، لعمل مشروع فعلا عالمي، وصار الاتصال ولكن لن أعلن شو هو إلا لتقطفي الورد يمكن يطلع ساعتها من نعلن. العرض الآخر واللي هو شوي يعني عمل غنائي ولا ما بدي حدد، ما بدي أحدد. أوكي. عمل فني طبعا، قد يكون غنائي، قد يكون تصويري، قد يكون استعراضي، قد يكون مشاركة في حدث ما عالمي. أوكي. العرض الثاني، أنت عندك غرفة ببيتك بمصر ما بيدخلها حدا، وأنا دخلتها من سنتين للحظات، رح هون الأمانة ما رح أقول تفاصيل كتير، لكن العرض هو أنه نحصل على ما تمتلكيه بهذه الغرفة المقفلة من أرشيف ومواد نادرة لكبار بعالمنا العربي. صعب. قد تكون شخصيات فنية وشخصيات سياسية، وأنا أقول أرشيف ومواد نادرة. لا شوفي هاي الغرفة يعني يمكن أنت من القلائل اللي دخلوا هذه الغرفة. صحيح. فيها
أشياء غالية علي برشا برشا برشا. وفي أشياء غريبة يعني عمري ما تسجيلات نادرة إن... عمرها ما صارت. تسجيلات لي لعمالقة كبار زي سنباتي زي عبد الهاب محمد حتى زي في شخصيات كبيرة بلي حمدي الله يرحمه سياسية كمان. لا ما في سياسية لا. لا أنا اطلعت لا صور يمكن صور مع الرؤساء والأوسمة وهيك في أشياء يعني مواد نادرة. أنا هلا خيارك لقلك خيارك إذا أطفت الوردة قد تنالين العرض العالمي وقد نأخذ كل الأرشيف والمواد النادرة اللي بتمتلكيها بهالغرفة. أنا عارف القرار صعب لكن في يعني في إغراء من ميل للعالمية وأنا بعرف أنت مرقت بخطوات هيك لكن يعني نحن رح ناخد نسخة منه ويصير للعلن كأنه استغنيت عنه. نحن ما رح ناخده لقلنا يعني وهيدا بس رح ناخد نسخة كاملة عنه و نعرضه للعلن. ما بيعود ملكك وحدك كلمة فصل بتقطفي الوردة وشو ما كان العرض بتقبلي فيه أم ما بتكوني جريئة أو ما بتقطفي الوردة عكس ما ممكن أنت تتوقعي جمانة وعكس ما الناس ممكن تتوقع. أنا أقول اللي ما إله ماضي ما إله مستقبل ولا عالمية ولا يحزنون شو يعني؟ فأنا بالنسبة لي عمري ما استغنى على هذاك الأرشيف اللي عندي لو تعرض لي شو ما كان ممكن يتعرض. هدول أغلى شيء في حياتي من تسجيلات يعني ومن يعني صور ومن فأنا بالنسبة لي العالمية تنطلق من عندنا العالمية تنطلق ما اختلفنا بس في عروضات بتبقى كتير مهمة وحلوة وفي فرص بالحياة. لا انتي 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 يعني وانت في كلمة من انتي قلتيها انه بتبحثي عن الفرصة كمان قد لا قد يكون هنالك عرض فانا ما مو لا قد يكون لا هو وارد انما يمكن هو اللي يكون ورا الوردة رح تقطفي الورقة ولا لا. جمهور شو رأيكم؟ خلاص هم معايا لا جماعة اكيد لا اسمعوا مني ما حلو كمان فنانة بجرأتها تتردد بقطف الوردة. لا بالعكس شو تمسك أنا بتمسك ب ما هيك صح؟ أوكي كلمة فصل نعم أم لا؟ لا كلمة كلمة فصل الفصول لا ثم لا ما رح تقطف الورق أوكي. طيب قبل ما نسمع الميدلي وبعد الميدلي هلا رح اكشف شو هي الخيار بس لقلكم شو رح يصير يعني بالفقره اللي جايه بعد الميدلي اللي نحن رح نقوله مع الناس ونحتفل فيه. من بعده في عندك الفصل الخامس عندك دقيقه على الهواء بتبقي على المسرح الاضاءه بتتغير وبتقولي بدقيقه شي اللي حابه تقوليه بينك وبين حالك اكثر من اللي انا قلته في الظلمه. بدك تقولي شيء اكثر من اللي قلتيه بالظلمه هالمره بينك وبين الضوء لحالك. نحن ما رح نكون موجودين لحالك رح نشوفك على الشاشه لحالك على المسرح وبتختمي من بعد ما تصير الاضاءه حمراء هيدي من بعد المدلي. اما هلا رح اكشف لك بدك تعرفي شو كنا مختارين ولا ما اي بلا عندك حشريه ايه لانه ما رح تتوتري ابدا ما حيفرق معايا متاكده. العرض هو اللي كان لو قطفت الورقة كان التخلي عن أرشيف ومواد نادرة هربتي يعني خيارك كان صح في مكانه صح الواحد يتمسك بما عنده أحسن. أول شيء عشو خفتي على أي شيء موجود بالمواد؟ كل شيء غالي عندي. شغلي واحدة منهم صورة؟ تسجيلات. تسجيلات 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 نادرة لناس راحوا عمره ما يتعودوا أبدا يعني. لطيفة قبل ما نسمع المدلي منك بدي أشكرك أنك كنت ضايفتي الليلة وإن شاء الله نكون جاوبنا على كل الأشياء يلي الناس حابين أنه يسمعوها. بشكرك لأنك حكيتي بأشياء عمرك ما حكيتي فيها قبل وحلو لما بتفتحي شوي وبتحكي مش غلط. أنا بشكرك جمانة لأنه كل وقفة معاكي بتكون فصل جديد في حياة كل فنان وبجد يعني الواحد بيستمتع جدا لما يكون معاكي ومع هالجمهور الرائع عبر روتانا الجميلة طبعا. واتمنى دايما يا رب ان احنا نكون كلمة صادقة وفصل فاصل في حياة كل الناس يا رب ان شاء الله. بدي احيي الجمهور اللي كان معنا اهل الصحافة دايما انا كمان بحييهم بداية لألكم ولأهتمامكم ولألمكم الأمين ولحضوركم معنا. تحية للفرقة الموسيقية الأساتذة أيضا العازفين من تونس الأساتذة أهلا وسهلا فيكم. مايسترو نحن بين إيديك ومع صوت لطيفة بمدلي تفضل يلا.
يا اسود لكن مش رمال بحب بغرامة الهنا ومحدد نصاري كان مش بيحولني ابيض يا اسود لكن مش رمال بتضلها حلوة وبتضلها تلاقي صدى كتير حلو عند الناس. شكرا شكرا ميرسي مايسترو ميرسي الفرقة شكرا للجمهور الرائع شكرا لكم. فصول الأربعة مرقت باقي الفصل الخامس. تسلموا يا رب. شاركتوها بالفصول الأربعة اجى الوقت انه تكون لحالها بالفصل الخامس
بدها تكون لحالها بالفصل الخامس، ما تساعدوها بهذا الفصل. فصل الأربع فصول كنتوا دايما مشاركين وهذا الشيء كتير حلو. رح أتركك لحالك على المسرح، عندك دقيقة واحدة. الإضاءة لما بتتحول للون الأحمر يعني خلصت دقيقة، يعني خلص الهوى. عندك دقيقة، اللي بدك إياه فيك تقوليه، نحن مش موجودين، إلك الهوى لطيفة وتصبحوا على خير. انتو حتى لو مش موجودين، انتو موجودين في قلبي وفي روحي وفي كل ما اتمناه. طبعا هذه يعني انا بالنسبه لي مسؤوليه كبيره، لاني اذا بتوجه حتوجه لكل قلب صادق في امتنا العربيه، حتوجه لكل من فكر ان يدخل الى مجال الفن، الفن الراقي الجميل الرائع. احنا جذورنا جميله ورائعه، فياريت كلنا نتمسكوا بهالقيم الجميله، وياريت كلنا نتحد ونبقى عالم عربي واحد، لهجتنا واحده وفننا واحد ورسالتنا واحده. وياريتنا كلنا نكون معطائين لهذا الوطن اللي اعطانا الكثير بعمالقته اللي سبقونا، واللي سيعطينا اكثر بكل من بيدهم المقود انه ينصر هذه الأمة. فأتمنى من رب العالمين ان ينصر أمتنا العربية، أتمنى من رب العالمين ان كل انسان صادق معطاء في هذا الفن ان ينجح ويتقدم ويكون مرآة صادقة ويكون صورة صادقة للفن.